1500 هيمي والالوان. لا 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 لا، بحاي بحاي. نشوف الداتا اللي ميت هناك. اكيد طبعا البصمه. وهذه بالاصفر. وحدة رضاقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايكم جولة على شركة كرايسلر دوج رام اللي هي شركة دوبيج. طبعا هذا الفيديو راح أحاول أشوفكم السيارات بالبداية اللي موجودات برا، بعدين إن شاء الله ندخل جوا نشوف السيارات اللي موجودة. يلا شوف أول ما نبدي هذا الوحش. رهيبة، شنو الشكل؟ 1500 هيمي. طبعا بانوراما اذا كانت مبينة اكيد مبينة. سبورت طبعا هذا الشيء احنا من عنده. نكمل الفرة مالتنا ونشوف شنو هنا بعد. الوحوش، الوحوش الأمريكية طبعا RT. والألوان بدك تشوفون الألوان، كل الألوان موجودة. طبعا شركة دوبيج موجودة على نورث أفينيو حسب على جلن ادن. خلينا نشوف الاسعار. يعني انا احاول ما اصير بالخيال مالتها. هنا السعر مالتها 48,265. هاي التفاصيل البقيه مالتها. شارجر، دوج، شالنجر، كل الالوان مثل ما قلت لكم. واحلى شيء انه الالوان مالتها تناسق مال الالوان. هذا اللون قاتل. شوف هذي ألفين وثلاثة وعشرين واحد وخمسة ألف. طبعا ويا التفاصيل البقية تصير 57,000، فإنه هي 51,000 وتشمها شوي 6,000. يعني 6,000 مو هواية. واللون الحبيب شارجر كلش حلوة. بارتي ثلاثة وأربعين ألف، ضيف لها شوية تفاصيل يصير التوتال مالتها 36,000. الشكل مالتها هذي مو مثل ديش، أكيد تختلف شوية. طبعا أكيد التشالنجرات صحف. هاي العلامة مال شركة كرايسلر دوج رام. هي الثانية مال معرف، ومع معرف كلش كبير كلش واسع. هي صيانة مالته. اشوفكم فد نقطة من قدام. حاول اروح الجهه الثانيه. طبعا هذا المعرض
يعني الناس اللي يشتغلون كلش فريندلي، يعني كلش متعاونين، كلش خليمين. عندك سيارة تريد تطاوسها تقدر تجيب السيارة مالتك، يقيمون لك السيارة مالتك، يعطون طبعا الفرق. لأن هنا هاي الشغلات ماشية، إنه أنت عندك مثلا سيارة تريد تبدلها تقدر تجي تبدلها. أكون شوف مثلا ثاني مباوسين نفس الحالة. إذا عندك مثلا سيارة قديمة أو إنه مشتري من عندهم مال عام، تقدر تجي تبدلها وياه. أمنا طبعا راح أكون أكثر. أنا شو ذني طبعا هذه هي، هاي 4 بوق. كل شيء اللون الأحمر. ما اعرف ليش طبعا، يعني انه ننقل عليه سعر، بس نقدر نسأل ونعرف السعر مالتها. شو رأيكم؟ صار عندك جيب بيك اب فيها هاي مالته مسدودة حتى تكون أخرج لكم أثبت. الخارجية، شو رأيك بالرام؟ ترى الشكل خرافي. أنا سميها هذا اليوتي. شوف لا دي. لا 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 هذه 3500. هذا ديزل بدي مالته. شلون شو صار عريض؟ لأنه يكون دبل تاير. لايزر طبعا ذني الموديلات شوية أقدم. شو رأيكم؟ هاي الوحوش، شنو رأيكم بالعضلات اللي دا تشوفوها؟ شنو رأيكم؟ ترى دارشي ان شاء الله هدني 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 حاليا عندهم عليها زيرو انترست، ما عليها فوائد. اذا تحبون يعني تشترون سيارة حاليا ما تدفعون عليها فوائد بالاقساط، فذني احسن خيار موجودة لكم. جواك وسيارة مثل بس جوا ما عليها هذا الاثر، بس هذني عليها هذا الاثر اللي موجود. تقدرون تجون هنا مثل ما قلت لكم على هذا الموقع زيرو انترست، يعني ما تدفعون اي فوائد على هاي السيارات اللي اذا تاخذوها واحده من ذني البيك ابات اللي موجوده. اتمنى لكم الموفقيه. مثل ما قلت انا المعرض كلش كبير،
خلينا نروح ندخل جوا. شوف دانيال هنا عرضين لايزر، الالوان اللي موجوده لا بس ثلاث الوان بس، اكيد اكو جوا مالتها وراها تجيها بالليل كلش رهيب يكون ويا الضوايات الموجودة. أشوف سعرها موديل 2023 42,000، وإن شاء الله هذه البقية 44,595 نفس الحالة. خلينا نتأكد من السعر 42,000، 44,400. هاي مشكلتي ويا هذا اللون مو كلش أحبه، بس نفس الحالة هاي أشوف لأنه أنا ما أحب اللون مالتها. هذا لونها 34,000، 38,880 السعر مالتها. خلينا نجي ندخل جوا، هذا العنوان مالته 433 على النورث افنيو. خلينا ندخل جوا ونشوف. بسم الله. هاي هاي ثانك يو. شوف الاعلان هذا، هذا الصوت يطلع لي شوف الشكل مالتك. روح على هاي بالبداية SRT الشكل مالتك. شنو رأيكم؟ تحت مخلين دائما دائما زناجيل حتى لا تنهزم. شوف اللون معانا، شوف بيصل العلامة ما قد افشدت. شو رايكم؟ اكيد خاف بيزن. شوف الدائر يعني تشيلي تبتيلي الزاير. حسين كوجي تشيلي شو رايك؟ لا سأبقي من ناشوان بينك اكيد العلامة هنا بالدار. أنا ما أريد أحد يزعل بس العلامة هذه بحالة أفراطية. وهنا عندنا 392 هيمي بروح الشكل. لا 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 بحاي بحاي بعلون يمسوي نديهة. دوات المالتة كما رأيكم؟ قبل الله صحيح شيء أكيد من جوا. شوفوا المساحة هاي الموديل مالتها والسعر مالتها 63,000 موديل 2023
هي سعرها 51,000 بس هاي بقية الشغلات. مع سدة الباب. اوبس. ويرد. ونشوف الداتا الموجود هنا. أكيد طبعا البصمة. طب الباب. لكن ماتش من الباب. شوف القاعدة. شوف القاعدة الواسعة. القاعدة خبون. والسيارة. سمعت بابس من صح. شوفوا هذه طريقة مرتين واحدة من الله. يا سي نفس هذا 23 47,000 51,000 في السعر بعد الثالث وياله تقريبا تشابه بس هذا تختلف بالنسبة لي. شو باريس سوبر بي بعد دخلوها الوين مالتها التاير مالتها نقشة التاير والدوافل. الدافل كله أسود. عليها السايد وخبيت المري. شوف المري سودا مثل الدافل وهي لونها أزرق كبرين وهذه بالاصفر. كلش حلوه مسويها انه لون مال نحله. هذا الاصفر من كلكم دي هنا طبعا قد تكونوا بعض لك اياه. هذا النحله اذا بينا بشاري هذا الشاب دورينجو. من يحب الدورينجو؟ شوكم ويا الدورينجو. شوكم ويا تاير الدورينجو. أما أساقي 2023 109 795 بالطيبين. جلد أحمر وأسود. الداخل مالتها هذا مو أحمر. هذا يعني أنا أسميه أحمر بس هو مو أحمر. هو شوكولاتي. شوف الحجم. شو هذا دورينجو؟ كم واحد عنده دورينجو؟ يا ما حبيت سلة الباب مالته. أنا ما أريد أكسرها تعرفون أنا كلش قوي أخاف على السيارة. ريحتها شنو؟ كلش طيبة. خبل الريحة. وأنت سلة الباب هذه نفس الحالة طبعا أكيد تختلف عن هذه. هذا الشكل مواصفات راح تكون شوية أقل هنا. أدخل المواصفات شوية على سوري أمين التدمير سيف سعين همي. هذه هم سودة بس أنا أحبها. اللون شوية يختلف بصمات داخل أسود. ديب دايز
هذا من بين الهداف المال التأسود بيت هيا هاي لما تطولها متية وتجي من قدام تريد الدير الهات شوفوا من تعملة ده شوفوا اوكي جيد دونين جو وانا على انا تمشي العلامة هلا برو انا ما بعدين اكيد عندي أثر الرقم باير ليدور صح ليدور كاس هي أرايك يتوانت شنو قاعدة رئاسية أكتبون شوف الشاشة شوف الحد يوم شو ما عجبك السوب هاتس شون بس قول لي طبعا اكيد جلد وايد لون وفرافي ده هنا بتشوفكم سوسبر بتشوفون الثلاثة ايش قد حميج اللون لا 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 اللون اللون سري بيس اوعدنا يا رب من هاي في تلبيس البيض بس على نهاية الله حبيته بس صار يبي شو أنا يبي مور شو رأيكم بايس الأسباب تيجي بكر بكت من هذا بس ألوان حبيتوه حبوه ولا ما تحبوه أوري ميف إس بس يعني يا اخي والله ما ادري من تفتح الباب تجي بخشمك ما ادري شنو الريحه ريحه الزيرو ريحه الكوشنات ما اعرف شنو بس انا يا اخي لا اخذها شو تقولون؟ شو رايكم؟ هذه مو متفقين احنا على هذه لان هذه بس الثير مالتنا طبعا شرحت شيكم اذا تريدون تخشون جوا يعني تقدر حتى تفرج جوا وتنام ايش كمية سبع عضلات اللي موجودة في هذا المعرض كلش مو طبيعية شو رأيكم؟ طبعا انا كلش احب اللون الاسود خاصه هيك لون اكثر من الابيض ترى التاير والكل شيء يخبل داش شوف الداخل مالنا لنصعد ما بيدو السيارة بس اوكي شو رأيكم؟ شلون هالجولة مال اليوم؟ شلون هالسيارات؟
خلصنا، خلص الفيديو، هاي هي، أنا راح أحطه هنا، أنتوا روحوا إذا تريدون. أشوفكم بالفيديو الجاي، السلام عليكم ورحمة الله. باي.